السلام عليكم متابعي القناة، نتمنى أنكم تكونوا في أحسن الأحوال. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نصاوبوا بقلاوة رولي بالبيستاش وعجينة الفيلو، كتجي من أروع ما يكون. شخصيا من أحسن أنواع البقلاوة اللي ذقتهم وعجبوني بزاف بزاف. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم الطريقة ديالهم بشكل جد مبسط وناجح إن شاء الله. بلا ما نطول عليكم، خليكم مع التفاصيل في بقية الفيديو. بسم الله على بركة الله. أول حاجة نبدأ نحضرها هي القطر أو السيرو اللي غنسقيو به. عندي هنا جوج كيسان ديال سكر خشن، غادي نزيد عليهم كاس ديال الماء. أنا مستعملة كاس كبير شوية، المهم اللي عبرتو به السكر ونفسه اللي غتعبرو به الماء. قياس السكر جوج مرات قياس الماء، وغادي نزيد واحد العصيرة ديال الحامض بحال هكا. صافي، غادي نخلط كلشي وغادي نديرهم فوق عافيه، ما تكونش مجهده بزاف. ملي يبدا هذا الخليط يغلي نخليوه واحد 10 12 دقيقه بحال هكا فوق العافيه. هنا القطر ديالي صافي قرب يوجد، غادي نزيدو واحد جوج دقائق ونطفي ليه. كيخصو يبرد تماما لانه عند الاستعمال خصنا نستعملوه بارد. غادي ناخذ واحد الورقه ديال الفيلو كنسرحها بحال هكا. عندي هنا زبده مذوبه وغندهن بها الورقه ديالي. الزبده شحال ما كانت النوعيه ديالها زوينه غتخرج لكم البقلاوه ديالكم لذيذه. وهاد البقلاوه كتبغي ان الورقه تدهن بالزبده مزيان باش تجي مقرمشه، وكذلك كتزيدها من اللذه. انا هنا مستعمله زبده حيوانيه. عندي هنا شويه ديال البيستاش، درت انا هنا 250 غرام، ولكن طبعا الكميه تبقى على حساب نتوما شحال غديروا ديال البقلاوه. اذا هاد البيستاش كنطحنوا مزيان حتى كيولي بحال هذا الشكل، وغادي نرشو فوق من الورقه ديالي. نحاول نوزعو مزيان. دابا غادي نمشيو نلفو هاد الورقه ديالنا، نستعملو بشي عويد بحال هكا، كنحطو كنلوي عليه هاد الورقه. تاكدوا من ان الورقه ديالكم مدمه مزيان باش ما تقطعش لكم. كنبداو كنلوي بحال هكا، نحاولو نزيرو. المفروض العويد يكون اكبر من هكا باش يعاوننا. اذا صافي، ملي كنلف هذيك الورقه كلها كنعاود ندهنها بالزبده. غادي نسلو هذاك العويد بحال هكا، صافي كنحصلوا على هاد البقلاوه ديالنا بحال هكا. دابا بقى لينا نقطعوها، فغادي نحاولوا نديرو قطع مثلا بهذا الشكل بهذا الحجم. شوفوا معايا كيف كتجي. صافي غادي نقطع كلشي قد قد. هاد الورقه كتبغي ان الواحد يتعامل معاها غير بالمهل، حيت دغيا كتقطع كتبغي شويه د الخاطر. صافي بنفس الطريقه غادي نعاود نشكل، يعني نستعمل ورقات اخرين باش نشكل هكذا البقلاوه ديالي بالبيستاش.
اذا صافي دابا غادي ندخل هاد البقلاوه ديالي الفران يكون مسخن عافيه، ما تكونش مجهده يعني تكون ناقصه شي شويه، وما كيخصهمش يطيبوا بزاف لان هذيك الورقه دغيا كتحرق. وكذلك البيستاش خص يبقى فيه داك الذوق ديالو يعني ماشي يتقريه بزاف. اذا هنا صافي من بعد ما طابت لي هذيك البقلاوه خرجت لاطا من الفران، شوفوا معايا كيف كتجي الطياب ديالها بحال هكا، يعني خليتها تحمرات غير شويه صافي. يمكن لكم كاع تخليوها يعني بلا ما تحمر تبقى مبيضه، راه كتجي بحال هكا. عندي هنا هذاك السيرو بارد، راه كيجي في القوام ديالو ثقيل. اذا دابا غادي ناخذ هذا السيرو شويه بشويه ونسقيهم حبه بحبه، تكون هذه البقلاوه باقيه سخونه والسيرو بارد. هنا يمكن لكم تقربوهم لبعضياتهم وتسقيهم مره واحده يكون احسن، انكم بحال هكا تبقاو تسقيو بهذه الوحده. كان هذا هو الشكل النهائي ديال البقلاوه رولي بالبيستاش ورقه الفيلو اللي صوبناها اليوم من بعد ما تشربات لي مزيان هذاك السيرو اللي سقيناها به. كتجي من اروع ما يكون بمعنى الكلمه، الذوق ديال البيستاش فيها جد 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 لذيذ ومميز. نتمنى انكم تجربوها باش تفهموني على من كنهضر. نتمنى الوصفه والفيديو ديال اليوم يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم، الى عجبكم ما تبخلوش عليا بتشجيع لايك تعليق بارطاج ديال لا فيديو، والى كنتو كتشوفوا القناه لاول مره مرحبا بكم، اشتركوا وفعلوا الجرس للتوصل دائما بالجديد. شكرا على المشاهده، نتلاقاو مره اخرى ان شاء الله في فيديو اخر ومع شي واحد اخر.